صباح الخير جان. صباح الخير. بدك أعمل لك قهوة معي؟ أي شكرا. يلا رح أجيب لك إياها. أي مراد، وصلتك رسالتي مبارح؟ كتير منيح. رح يجوا كرمال المقابلة، جهزتي حالك؟ ايه كله جاهز لتاكل همشي، بس جان هلأ عندي وما فيني طول. بالمناسبة الشي اللي عملته كتير منيح، شكرا. طيب رفيف، منحكي بعدين. لنشوف شو أخرتها معك جان. انت شو ناوي تعمل اليوم؟ رفيف بصراحة كنت ناوي اروح انا وفتول لعند قرايب عماد كرمال موضوع البيبي، بس خايف اني اتركك لحالك. شو صرتي احسن؟ ايه احسن، روح خلص شغلك وبشوفك بعدين. ايه لكان انا رح اقوم امشي.